شهدت محافظة الدقهلية تدشين مكتبة مصر العامة المتنقلة، وذلك لتوصيل الخدمات والأنشطة الثقافية والفنية لقرى ومراكز المحافظة في مقدمتها قرى حياة كريمة. ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان المصري وتنمية الوعي لدى المصريين بالمحافظات وتحقيق مطالب المواطنين واحتياجاتهم وتقديم الخدمات الثقافية والفنية والأنشطة المتنوعة للمواطن بالمحافظات.